عودة إلى المنطق. في آخر محاضرة حكينا عليه مأزق الإحراج المضاد، وعطينا مثال الأمة الأثينية كانت تذكروه، اللي قالت لابنها إما أن تقول الحق فتغضب الناس أو تقول الكذب إلى آخره. نعطي مثال آخر أيضا شهير، اللي هو مثال محامي كبير متقدم في السن وعلى دراية بفنون المحاماة. فجاء شاب قال له عميل محاماة، قال له ما عندكش مشكلة، قال لك ما عنديش راهو مبلغي مكافأة، قال له إذا مش مشكلة أنا هنعلمك، وبعد ما تتعلم أول قضية تكسبها تعطيني الأتعاب بتاعها. اتفقنا اتفقنا. علم خلال سنتين وانتظر أنه يجي في يوم من الأيام يقول له راني كسبت قضية وهذا حقك. مع جه الرجل سنة سنتين مشى، قال لي فلان وين اتفقنا؟ قال اتفقنا وزلت فيه أنا، لما نكسب قضية حنجيب لك حق. به ومش ناوي؟ قال له مش ناوي. قال له حنقدم فيك محاكمة. قال له قد، لو قدمت هي محاكمة حندافع عن نفسي، لو كسبت انت خسرت، ولو خسرت مش حندفع لك، لأن اتفقنا ندفع لك لما نكسب. رد عليه وهذا الإحراج مضاد، قال له أنا حندافع عن نفسي، كان كسبت معناه انت خسرت، وكان خسرت حتدفع لي، انك اتفقنا لما تكسب تدفع لي. واضح هذه؟ اوكي. برهان الخلف كمثال ايضا اخير في هيئه الغزوه. قريه الناس اللي فيها اما ان يقولوا الصدق او يقولوا الكذب، بمعنى الواحد منهم يكل ما يقوله صادق يكل ما يقوله كذب. وقبلت اثنين منهم مش عارف واضح شنو. واضحة؟ الأول لوسين شن قال لك؟ قال لك كلانا كاذب. بيصار شن قال؟ ما قال شيء. الثاني ولا حاجة. ولا يعني صمت موافقت على الكلام الآخر، لا هو ما عطاكش أي معلومة. السؤال شنو وضع كل منهم؟ الإجابة اللي المهم فيها هو استخدام برهان الخلف. هنقول لك شوف، الأول اللي قال كلانا كاذب اللي يمكن يكون صادق، صح؟ لأن الصادق لا يقول عن نفسه أنا كاذب. بس شوف برهان الخلف، لو افترضنا أنه صادق يبقى كلامه صادق، لكن هو قال أنا كاذب، يبقى إذا افترضنا أنه صادق فهو كاذب، يبقى افترضنا أنه صادق خاطئ. واضحة؟ بيت تاني اللي ما قال شيء، كيف تعرف؟ الثاني صادق، بمش عرفت؟ لأن لو أفترضنا برهان الخلفة، لأن لو كان كاذب ونحن اتفقنا بدي أن الأول كاذب، يبقى هم الاثنين إيش؟ كاذبين. يبقى كلام الأول لما قال كلام كاذب حيكون صادق، اللي عارف انه كاذب. واضحه؟ اوكي. في تكنيكاليتي ضروري ناخذ فيها بتاع 10 دقائق هكي قبل ما نخش في الاغاليط، لانها وحده من الاساسيات اللي مستخدمه في الكتاب. نحن ناقشنا نسق جداول الصدق، ذكروه؟ اللي نعرفوا به الحجه صحيحه ولا لا. شنو مشكله النسق هذا؟ مشكلته أن لما القضايا تكثر يقعد صعب. كنت تذكر وقلت لما تكون عندك 10 قضايا حيكون عندك 1024 سطر مش عملي. نسق الشجرة بديل عملي جدا، يعني المثال نتاع 1024 يحله في خطوتين. بيشني فكرته؟ فكرته هو مجموعة قواعد، 9 قواعد تحديدا. هذه القاعدة الأولى اللي تقول إن إذا كان عندك P
ليس فيه، حط بدلها فيه. لما تلقى سلب قضية، ذكروا النفي إثبات، هذه الفكرة. لما تخطم عليك قضية قدامها سلبين، تشيل السلبين، تمام؟ به. ولو جتني قضية وصلية، شندير فككها، حط فيه، بني حط كيلو. في أبسط من هيك؟ لأن الوصل معناها الاثنين صادقات، يعني اللي قال سين وصاد كأنه قال سين، سكت شوية وقال صاد، واضح؟ تمام. بإذا كان قال لك بي أور كيو، اللي هي قضية فصلية، إيش قاعد يقول؟ هو قاعد يقول لك عندك بديلين، يا بي صادقة يا كيو صادقة. بي أو كيو، بي أور كيو، تمام؟ به. إيش عندنا آخرة؟ عندنا الشرط. هو اللي يقول هذه كأنه قال لك، اللي قال لك إذا P فQ، هو في الواقع قال لك يا إما P كاذبة يا Q صادقة، هذا هو معنى الشرط. اللي يقول لك إذا ذكرت حتنجح، هو في الواقع قاعد يقول لك يا أنت ما ذكرتش يا أنت نجحت، نفس الكلام. منطقيا لا فرق بين إذا ذكرت تنجح، إما أنك لا تذاكر أو أنك تنجح، نفس الكلام. إذا كنت مسلم فأنت موحد، معناها إما أنك لست مسلما أو أنك موحد، نفس المعنى منطقيا. التشارط اللي قال لك بي إذا وفقط إذا كيو، كأنه قال لك يا أما بي وكيو يا أما ليس بي وليس كيو. يعني اللي قال لك أنت تقس الدولية إذا وفقط إذا عندك امتياز، كأنه قال لك يا أنت عندك امتياز وخاش يا أنت ما عندكش امتياز وما عندكش خاش، نفس الكلام. أوكي، هذين القواعد الأساسية. به اللي يقول لك ليس بي وكيو، اللي ينفي الوسط، ايش قاعد يقول؟ قاعد يقول يا اما الاول كاذب يا الثاني كاذب. به واللي ينفي الفصل، ايش قاعد يقول؟ امتى الفصل يكذب؟ لا، لما الاثنين كذبات، صح؟ بيو أمتى الشرط يكذب؟ بالضبط، الشرط يكذب إذا صدق المقدم وكذب التالي، ذكروا هذه؟ التشارط، بالضبط، التشارط أمتى يكذب؟ إذا كان كذبت إحداهما وصدقت الأخرى. شكرا عليك. قواعد هذين بسيطة مش معقدة، هنعدوهم. نفي النفي إثبات، الوصل حط كل واحدة تحت الأخرى، الفصل دير فرعين وكل واحدة حطها في جهة، الشرط بديلين يا تسلب الأول يا الثاني كما هو، التشارط بديلين يا كلاهما صادق يا كلاهما كاذب، سلب الوصل هو عبارة عن فصل مسلوب الطرفين، وسلب الفصل عبارة عن وصل بين الطرفين سالبين، وسلب الشرط هو المقدم وسلب التالي، وسلب التشارط هو واحدة صادقة والأخرى كاذبة أو العكس. ولاحظوا عشان تسهل حتى على الطالب أنه يستذكر هذه القواعد، لأن راه بدونها ما يقدرش يشتغل. راه هذه في الواقع سلب هذه، ولا لا؟ بأنت شدرت هنا، مش حطيتهم تحت بعضهم؟ تحت بعضهم، يبقى هنا فرع دي فرعين،
مش انا موجب موجب يبقى انا سالب سالب. تعالوا هذه سالب الفصل. في الفصل شندرت انت مش فرعت، انا ما تفرعش، مش في الفصل حطيت زي ما هنا انا اسلبان، وهكذا. يعني راهو هذين عكس الاخرات. كيف الطبق هو التطبيق؟ حنعطي مثالين سريعات. تذكروا بودس بوننز؟ شنو بودس بوننز؟ اهي اذا بي فكيو، بي اذا كيو، هذه حجه صحيحه ولا لا؟ بودس بوننز صحيح، اذا صدق المقدمات تصدق النتيجه. كيف نثبت انها صحيحه بالشجره؟ أول حاجة تديرها اسلب النتيجة، وبعدين طبق القواعد. باه كيف تطبق بي فكيو؟ شو تقولي القاعدة لما تلقى قضية شرطية؟ فرع واسلب الأولى. باه هنفرع توا ونسلب ونخلي الثانية زي ما هي. شو صار لك توا؟ تعال هنا، هذا بديل عندك، ها؟ هل هذا البديل ممكن؟ الإجابة لا، لأن عندك كيو وليس كيو، يبقى الطريقة هذه مسكرة. هل هذا البديل ممكن؟ لا، عندك بي وليس بي، يبقى مسكر. شو تقصد بيه ممكن؟ ممكن شنو؟ الفرع هذا يكون ممكن إذا كان ما فيش تناقض. هذا في تناقض، يعني هذا بديل ممكن؟ لا، لأن عندك بي وليس بي. هل هذا البديل ممكن؟ لا، عندك كيو وليس كيو، يبقى هذا مغلق وهذا مغلق. يعني كأن البديلين مستحيلات. شنو المستحيل؟ افطنوا ان مقدماتنا صادقة ونتيجتنا سالبة، لان هذه حطيتها انا ما كانتش في النتيجة. صح. يبقى لما افترضنا صدق المقدمات وسلب النتيجة انتهينا الى تناقض، يبقى الحجة صحيحة. قرنوها بأغلوطة مودس بوننس اللي هي شني؟ اللي هذه بدل هذه. يعني مثلا لا يا عادل، لكن فيه الفكرة، فيه الفكرة. نعم، إنما يفضي إلى محال فهو محال. صحيح. أوكي، تخش تقول إذا أمطرت ابتلت، ابتلت إذا أمطرت، ليش هذه حجة فاسدة؟ نسلبه ونشوفوا ايش يصير. لو حللنا هذه ايش تعطينا؟ برافو وكيو. باه هل هذا ممكن؟ في تناقض هنا؟ لا، فيش ولا هنا. يبقى ممكن مقدمة صادقة ونتيجة كاذبة، يبقى الحجة فاسدة. Very simple and very effective. اوكي، مش حنعطي امثله اخرى، لان زي ما قلت اللجين حتعطيكم اكثر امثله، لكن اهم شيء القواعد. القواعد هذه على فكره تمكنك ايضا من اختبار عدد لا متناهي من الحجج. ومهما كان عدد القضايا اللي عندك تظل الشجره بسيطه. يعني تو انتم تذكروا قلت لكم لو عندك 10 قضايا مثلا بي كيو اس تي في دبليو اذا اكس مثلا، هذه لو تبي تدير جدول صدق شوف ايش تبي تديره. جدول كبير صح؟ تخيل تبي تديره بايش توا؟ بالشجره. ايش حتدير؟ حتسب نتيجه ولا؟ باه بعدين ايش عندك اخرى؟ تفرع. ما عندكش ما تفرع. بعدين كلهن بسيطات. هل في تناقض هنا؟ مفيش تناقض، يبقى الحجة فاسدة. انتهت حجة فاسدة من غير أي خطوة أخرى. شفت الفرق بين أوكي، خلونا تو ندير النقلة الأخيرة اللي هي الأقليت. شنو هي فكرة الغلوطة؟ الغلوطة عبارة عن استدلال في خلل منطقي، لكن الخلل المنطقي مش واضح، وبالتالي ينطلي على المستمع. يعني كأنها حجة فاسدة
تبدو صحيحة بشكل مضلل. حجة فاسدة تبدو صحيحة، يعني يسمعها مقنعة إلى حد، فما لم تكن عنده خلفية منطقية حينطلي الأمر عليه. بوخال المنطقي هذا شنو طبيعته؟ يعني قد يكون فيه تشتيت الانتباه، قد يكون فيه تعويل على نوع من اللبس في الألفاظ، قد يكون فيه خلط بين مفاهيم إلى آخره. الأمثلة حتوضح طبعا. في أغنية اسمها After This Because of This، بعد هذا إذا بسبب هذا، واضحة جدا. أوكي، يعني في مثال عندي هنا، بعد أن كسب جرانت معاركه في الغرب الأمريكي، تلقى الرئيس لينكولن شكاوى كثيرة بخصوص إدمانه الخمر. حقق انتصارات بس يقول له هذا رودي ما سكران، فرد بقوله: بودي أن يرسل الجنرال جرانت برميلا من الخمر لكل جنرالات الآخرين. شو صار هنا؟ هو يكسب المعارك بعد ما يشرب الخمر، يبقى هو يكسب معارك بسبب شرب الخمر. في أمثلة أوضح. التطير ذكروا، ما التطير هو بعد ذلك إذن بسبب ذلك. أوكي. الصينيين زمان لما يصير كسوف قمر يختفي، يديروا حلقة ويبدأ يقولوا في أوراد. الخسوف متاع القمر هو الخسوف؟ الكسوف للشمس. صح. لما يصير خسوف للقمر يبدأ يقولوا في أوراد وأذكار، لاعتقاد منه أن في تنين ابتلع القمر. فطبعا بعد ما ينتهي الأوراد يطلع يستجيب لأورادهم. أوكي؟ أكبر دليل على أن التطير يرتكب في هذه الغلطة أن ما يتشائم منه شعب يتشائم منه شعب آخر. الغراب، البوم، بوم مثل الحكمة عند اليونان، نحن شاؤمه. الأمريكي اللي يمكن يمر لك، عارفين السلوم اللي فيه الظلفتين؟ لا يمكن يمر في النص، لا يمكن تشأمنه، نحن عادي ولا مسرنا بشيء. الأمريكي لا يمكن يحل المظلة متاحته تاع مطاره وهو جوا المبنى، ضروري يطلع قبل يبتل منها بعدين يحل. نعم نعم. المقاس نحن يجيب الحس نقوله. هذه عقبه إذا بسببه. أحيانا يصير خلط بين العلة والمعلول، نحسب ما هو علة معلولا أو العكس. يكثر الشرطة في الشارع وتكثر الجريمة، فنقول كثرة الشرطة أدت إلى كثرة الجريمة. لا، هي العكس، كثرة الجريمة هم خلطت الشرطة تكثر. صح صح. زمان في دراسة دارها واحد على المنتخب الوطني لكرة القدم في الكويت، دار مقارنة بين وضع الاقتصاد متاع البلاد وبين أداء الفريق الوطني، ولقي أن كل ما تحسن أداء الفريق الوطني ازدهر الاقتصاد، فأوصى بالاهتمام بالفريق الوطني. هو يصير العكس، لما يزدهر الاقتصاد يصرفوا أكثر عنه. أوكي. باحث إنجليزي دار دراسة على الفلاحين الكسالى في بريطانيا، ولقي أن الفلاحين الكسالى في بريطانيا ما عندهمش أبقار، فأوصى بأن يعطوا الكل كسول بقرة.
هو مش كسول لأنه ما عندهش بقرة، هو ما عندهش بقرة لأنه كسول. واضح؟ في عبارة لشوبنهاور جميلة، يقول نحن لا نريد لأننا وجدنا أسبابا، نحن نجد الأسباب لأننا نريد. راهو أنت لما تبي حاجة بعدين أنت بقدر لها في السبب تخلقها، مش الأسباب اللي خلالك تريد، لا أنت تريد لأن الأسباب، أنت تخلق الأسباب لأنك تريد. بالنسبة له الإرادة هي اللي تخدم في العقل، الإرادة سابقة، وقرره الإرادة تأخذ راحتها وين؟ في الحلم، متريح قاعدة تشتغل، لا تدور في أسباب ولا شيء في الحلم. وعشان كان قال الحياة كفاح ضد النوم، الحياة كفاح ضد النوم، كأن الحياة قاعدة تقاوم في فكرة سطوة الإرادة. أغلوطة تكساس، في أغلوطة اسمها أغلوطة تكساس، طبعا عارفين انتوا أهل تكساس بيش مشهورين بالكذب، راسل ووايت هيد هذوما أكبر اثنين مناطق في عصره، مناطق وعلماء رياضي، داروا كتاب اسمه برينكيبيا ماثيماتيكا 20 مجلد رموز. فمرة سألوا راسل قال كم تعتقد واحد قرأوا الكتاب هذا؟ قال 5 في العالم، 5، 3 من تكساس، يعني 3 كذاب، واللي قراه هو وايت هيد. اوكي، بايش هي قصة قناص تكساس هذا الكذاب؟ هذا تم يضرب في الدارت اوكي على لوحة، وبعدين شافه وين مجمعات ودار الحلقة. بالعكس. اوكي؟ نعم. هي نوع من الخلطة، لكن فكرة شنو؟ أن مثلا قد نحسب أن انتشار فيروس معين في منطقة معينة ناتج للانبعاثات الكيميائية في المنطقة. ليش؟ لأنها جمعت هنا يبقى هو السبب. بينما قد تكون عدوى نقلها أحد الأشخاص. اوكي؟ أغلوطة المقامر، شنو أغلوطة المقامر؟ وهذه شائعة جدا، اللي عنده 6 بنات حيقولي جاية 7، جيتي بنت، ليش؟ لأنه 6 مرات يبقى أكيد 7 بنت، لا ملاش علاقة. ليش؟ لأن كل واقعة مستقلة إحصائيا عن الأخرى، يعني احتمال ان 7 بنت يظل 50%، مش يزيد احتمال لان الاولاد بنات، ولا العكس يقول لك عندي 6 بنات اكيد توجي ولد، مش معقوله صار 7 بنات. هي صح مش معقوله 7 بنات، مش معقوله بمعنى احتمالها ضئيل، لكن احتمال 7 بنات لما يكون عندك 6 بنات 50%. واضحه؟ اوكي. في غلطه ابيل to popularity أو الاحتكام إلى الجمهور، هذا طبعا شائع، يعني مساعد الممثل تعرفوه اللمبي، اللمبي دريم علي قا بعد طلع الفيلم اللمبي وكسر الدنيا زي ما هو مصري. فالمدير قال له شنو هو الإسفاف؟ إسفاف. قال له 22 مليون جنيه مصري، أكبر إيراد في تاريخ السينما المصرية، في تاريخ السينما المصرية. بهل هذا يعطي قيمة الفيلم؟ احتكام الجمهور، الجمهور عايز كده، العبارة المصرية. ما أشهر مجلات هي مجلات الفضائحية، صح ولا؟ صحيح. هل هذا يعطيها قيمة؟ يبقى الاحتكام للجمهور لا يسوغ
في appeal to authority خطيرة جدا خاصة في السياقات العلمية. appeal to authority طبعا appeal to authority ابتداء المشروع انك تحتكم الى سلطة معرفية ما تمام ما عندكش اي مشكلة. الخلل يصير عندما تحتكم الى سلطة في غير مجال سلطانها هذا الخطأ. هو اصلا معارف مصدرها شنو؟ يا خبرة شخصية يا سلطة. انت من جيب فيه معارفك؟ يبقى السلطة مصدر أساسي للمعرفة. لكن الخلل يصير أنت عندما يحتكم إلى سلطة في غير مجال سلطانها. ذكروا زمان طلعت قصة هكي. شو تقول القصة؟ تقول إن أرمسترونغ ذكروا أرمسترونغ؟ أوكي؟ اللي هبط على سطح القمر. نيل أرمسترونغ. إن كان 69 بالضبط يوليو 69 كانت جوه في القاهرة. فسمع حاجة قال شنو هذه؟ قال هذا الأذان. قال سمعت كيف فوق القمر. بعدها أنا قريت القصة هذه. بعدها نقرأ رسالة طبعا وصلت فيه الرجل كتاب قال يا جماعة راني لأمر زرت القاهرة ولسمعت حاجة فوق القمر. بشني اللي ألف القصة شنو قصده؟ أرمسترونغ سلطة. بس سلطة في الفلك مش في الدين والله في الميتافيزيقا. واضح؟ يقول لك الأخلاق نسبية. به من قالها؟ أينشتاين. ايش دخل أينشتاين؟ نظرية نسبية. نسبية في الفيزياء. أوكي واضح؟ فكرة الإعلانات أصلا عليش مبنية. ليش يجيبوا لي في ميسي ولا رونالدو يدير في دعاية شامبو؟ لأن ولا عمرو دياب يدير أوكي؟ لأن عمرو دياب عنده سلطة في الغناء في الطرب. كريستيانو في القدم. تسحب هذه السلطة لحاجة أخرى. أوكي؟ أد هومينوم الغلطة الشخصية. فكرة أنك لا تهاجم الرأي تهاجم صاحبه شخصا. طبعا بامتياز عندنا. يعني واحد يقول لك سمعت كذا من قالها؟ أول سؤال من قالها؟ تفرق هي صح ولا غلط على من قالها. نعم لكن إذا كان هجمت المعلومة لمجرد أن هذا هو اللي قالها هنا الخلل. من حقك تعرف من قالها. لا صح. أوكي. يحكوا علي أدولس هكسلي هذا أحد دعاة نظرية التطور. صار خصام مع الكنيسة فداروا مناظرة. الرجل جاب أدلته جاب الهياكل والتطور اللي سير. فالقسيس بعد ما شاف قال له سيد هكسلي وهذا القرد الذي تزعم أنه جدك أتراه جدك لأبيك أم جدك لأمك؟ أما عن شخصي فأنا لا يشرفني أن يكون جدي قردا. شرد عليه هكسلي قال وأنا لا يشرفني أن يكون جدي إنسانا يفكر بهذه الطريقة. بس لاحظوا الاثنين ليش الموضوع يحكوا على إيش في في تفريعة في الغلطة الشخصية اسمها وحتى أنت. واضحة؟ تشوف طبيب السيجارة في يده ويقول للمريض وقف على التدخين تبغى تقولها لروحك. هاي تبغى تروح الخليل.
أن أنتم فيها أغلوطة ولا تنهى عن خلق. أغلوطة حكيت ولا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فات. لا مش عار علي. يعني قد يكون الطبيب اللي دخن هو أكثر واحد عارف مضر التدخين. صحيح الذي ينهى عن خلق ويأتي بمثله في تناقض سلوكه، لكن هذا التناقض بذاته لا يسلب منه حق النصح. أنا تخيلت موقف طالبة في سنة رابعة في الأدب ومعها طالبة في سنة أولى واخذين مادة عامة. طالبة في سنة رابعة هذه تغش مسكوها، طالبة سنة أولى قاعدة عقت الحالة. بعدين هذيك عقبوها وبعدين مشى حالها ومعيدة وخذت ماجستير وروحت، وهذيك وصلت الرابعة وجاية تشرف عليها. قيت الموقف تمسكها تغش، تاع الماجستير تمسك الطالبة اللي حقتها هي بروحها تغش. قعدت هي أقولها هو احنا نسينا ولا اوكي ما احنا دفنينه سوا؟ لا استني، كل هنا غشيت ليست مني حق اني نتهمك بالغش. اوكي في عباره يقولوا فيها الليبيين ديما، يلقاك تدير في حاجه انت، يلقاك مثلا تنظف في مكان في ساحه ولا تزوق في الماده نتاع الطريق. يعني جت على هذه تو البلاد كلها صح هذه. هذه اسمها أغلوطة الحل الكامل، ان حلك ما لم يحل المشاكل كلها مش حل. وتخيلوا لو تبنينا هذه الرؤيه ما حدر شيء خلاص صح، لان كل مره اكيد صحيح في اولويات صحيح، لكن هذا لا يعني اني انا باش نبرر اي سلوك نبي نقول لك ان لا راهو يحل في مشاكل كبار مش بالضروره. اوكي هيستي جنراليزيشن تعميم متسرع، قصه اخرى حتى هو او يسموه فيه احيانا تعميم الطائش. عندنا تصنيفات نحن للشعوب حكاية عقاب مصري وعقاب تونسي، كما لو أن الليبي هو السبسي الوحيد. توا أنا كنت درس المادة في الإمارات فسألت مش رايكم في الهنود، فبدوا من القذارة الشخصية إلى أوكي. سألت واحدة منهم قلت لها أنت كم هندي شفتي؟ ترى مليار وربع، شفتي كم؟ طبعا اجابتها كانت مفاجأة، قالت لي كلهم، لأن كلهم قاعدين في الإمارات، هذا قصدي اوكي. لكن شوفوا الفكرة، فكرة يعني نصنفوا في الشعوب، الجزائرية دائما متجهمين، المصرية فهلوة، العراقيين دمويين وهكذا. لك خليني نقول لكم على مستوى آخر للتعميم نقع فيه جميعا دون أن ندري، قصة فلسفية شوية لكن لو ناقشتها حتلقى فيها تعميم طائش، وتعميم طائش بالدرجة لا تتوصف لا توصف. كل منا عارف طعم الملح ولا لا، وطعم السكر وطعم الأناناس وألم الأسنان كلنا عارفينه على مستوى الشخص. بيثبت لي توفيق أن شعورك بالملح زي شعور أي واحد تاني آخر. يقول أكيد كلنا المالح مال، لا لا كنا نتفق على تسميته بالمالح متفقين، يعني كنا لما نجوم ملح ونذوقوه هنقوله مالح بالتأكيد. سؤال إيش دراك مني أنا لما نذوق المالح لا أستشعر الحلاوة؟ دراك
وحتقول لي مالح نقول لك مالح، واعني بها طعم اللي انت تسمي فيه حلو. حتقول لي مستحيله، اقول لك اثبت لي ونعطيك مثال اوضح. اللي عنده عامة الوان وقاعدين على السيمافور، انا اللي عندي عامة الوان نحط في الحمر خضر والخضر حمر، في الحمر نوقف معاك رغم نحك فيه خضر. ليش؟ لان الطواق هذه كلمه احمر عندي، الاحساس بالخضره هي الاحمر عندي، وبالتالي ممكن جدا بعض منا يعاني من عمل الوان دون ان يدري. ننتقل الى سترو مان، حكيت عليها سريعا مره، غلوطس رجل القش. شنو غلوطس رجل القش؟ ان تعيد صياغه حجه الخصم في اضعف صورها ثم تنهال عليها ضربا كرجل من قش. تصنع انت رجل من قش، ناقش فدرالية، تقول فدرالية يا جماعة راهي هذه محاولة للتقسيم، وتبدأ في التقسيم. بينما الأمانة الفكرية، النزاهة الفكرية تفترض العكس تماما، تفترض أن تعيد صياغة حجة الخصم في أقوى صورة، أن لا تترصد زلات اللسان ولا تتربص بالسقطات. كلنا راهو نغلطه، لا تتكلش فيها. غلطة الفولفو، الفولفو سيارة الفولفو، شنو قصتها؟ واحد يبي يشري سيارة، فمشى دار دراسة باش يشري، عنده 10,000 دولار، شاف ال10 دولار هذين شنو أفضل سيارة متانة إلى آخره وراحة في القيادة. تجيبي ال10 دولار تلقيها فولفو، متسقط شور الديلر بيشري فولفو، اللي لقيت نسيبه. وين ماشي يا فلان؟ ماشي نشري فولفو. أصحى راني خذيت فولفو ما كملتش 6 شهور فوزت. حرد، شنو الفكرة؟ نقول لك فلان وذن مر عليك، يعني مرهون بآخر حاجة اسمها. وعلى فكرة في القرآن رأيها، في القرآن كلمة أذن لا تقول هو أذن، هو أذن خير. أوكي، شنو الفكرة؟ ماشي بسيارتك سرعة 160، خطة مالي حادث، بعدها تهدي صح؟ بعدين ترد. شوفوا سلوك الحاج بعد ما يرد من الحج لمدة 3 شهور، واضحة؟ اللي هو الامتثال لآخر معلومات، يسموا فيها غلطة التيسر. ليش؟ لأن هذا متيسر مازال حي في ذهنه، واللي حي في ذهنك توه بتاع الفولفو نسي الشغل اللي داره من قبل. أوكي، explanation by naming، غلطة التفسير بالتسمية. جينو ليت صغير 7 سنوات مهارة في عزف الكمان مش طبيعية، وصارت مع موزارت. موزارت 7 سنوات كان يعزف في سيمفونيات. يقول لك شنو هذا؟ يقول لي موهبة. خلاص كأنك فسرت الموضوع، ما درت شيء، راك انت سميت المشكله مش فسرتها. ولا نقول لك فلان يتخبط، هذا جن به، مش درت. في احيان كثيره نعتقد اننا لما نسمي الحاجه فسرناها. والله فلان عنده كآبه، به يعني ايش نديروا بها كلمتك هذه؟ ايش فسرت لي؟ في حاجة اسمها، ممكن مخطم عليكم، ميازما. ميازما هذه زمان كانوا يفسروا بالأمراض بالميازما، ويقولوا الميازما هذه حاجة تاع
تنبعث من المواد المتعفنة. هم أعطوا اسم بس. إيه بس الاسم هذا مرات يكون له تفسير كامل. يعني مثلاً كآبة. نقول في عندك كآبة خلاص هو عرفت أن كآبة هي بالضبط. أنا قصدي ما لم تقم بذلك. لم تقم بشيء. افترضت أن هي معروفة. به الموهبة. نفس الشيء. شنو الموهبة؟ هي معروفة. شو معناها موهبة؟ إن هي صفات غير اعتيادية. لا. مجرد وصف شيء بدل ما كان المهارات بين كلنا قلت لها لي موهبة. لكن ليش هو بعد المهارات ما تعرفش ما فسرتهاش؟ ليش؟ من جد الموهبة يعني. من جد المهارات يعني. ومن جد الكآبة. هل هو مطلوب تفسير من جد الموهبة أو كلمة نعطيك نعطيك مثال لتفسير محمود درويش. أوكي؟ الشاعر محمود درويش. سألوه قالوا له شنو الموهبة؟ وعلى فكرة هو في حديث يسموا فيه حاجة شيطان الشعر. أوكي؟ وعلى فكرة في الثقافة الغربية أنجلز مش شيطان. أوكي؟ درويش قال الموهبة أو الإبداع أوكي؟ هو عثور اللاوعي على كلامه. عبارة عميقة جدا. فكرة راهو الإبداع هذا اللي راهو كله قاعد مخزون جوا من الطفولة. كل ما في الأمر أنك أنت لما تجد المفردات المناسبة للتعبير عنها هذه هي الموهبة الحقيقية. هذا ما تعنيه الموهبة. سليبري سلوب. شنو سليبري سلوب؟ منحدر الزلق أو المنزلق الحدر. أوكي؟ الدولة تقرر منع بيع السجائر باعتبار أن ضررها إلى آخره. منعوا السجائر، بكرة يمنعوا لكم السكر لأنه يسبب مرض السكر، وبعدين يمنعوا لكم الزبدة لأنها تسبب الكوليسترول. أقول لك استنى، راهم منعوا السجائر بس ما تحسبليش على الإخلاق. أوكي، كانت تذكروا النعجة دولي. ليش اندارت أصلا؟ من جاءت الفكرة؟ لماذا راهو اللي قامت بها شركة صيدلة؟ وكانت تبي تخلي النعاج مصانع أدوية، بدل ما تفرز حليب تفرز أنسولين مثلا، يعني حاجة باهرة. لك كيف استقبلوه الناس؟ اليوم استنسخوا نعجة، بكرة استنسخوا هتلر، وبعد استنى هم استنسخوا نعجة وحسبهم على ذلك. واضحة فكرة سليبر سلوب. وكان تذكروا بدري واحدة من الارجومنتس ضد اليوثنيزيا، شن قلنا؟ قلنا اليوم يقتلوا الميؤوس من شفائهم، بكرة حيقتلوا العجزة، وبعد بكرة المعاقين ذهنيا. استنى ما دروش هذي نرى. واضح؟ طبعا الأغاليط، أنا عندي كتاب تحت الطابع فيه 83 أغلوطة، يعني عدد كبير جدا، فأنا انتقيت بعضها. آخر واحدة هنقولها غلوطة اسمها غلوطة التغليط. التغليط ليشني؟ لأنك تستوعب الفكرة متاع الأغاليط وتبدأ حطها في ذهنك وتبقى ترجم وتربص. غلوط الشخصية. لا استنى، يعني واحد يقول مثلا تنقلنا العرب متخلفين، يقول استنى التعميم المتسرع، انت عممت. لا استنى، يعني خذ الأمور في سياق. يعني هل هو يقصد ان كل عربي متخلف؟ اكيد لا. واضح؟ وهذه فكرة التعاطف مع الآخر.
نكتفي بهذا القدر. نشكركم ثانية وإن شاء الله، وهذا همنا الأساسي، أن يكون مدار من النقاشات مفيد للطلبة ويسهم في خلق قدرات إبداعية. طبعا نأمل أنها هذه القدرات تساعدهم في دراسة الطب أساسا، لكن أيضا تساعدهم في خلق مواطنين صالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.